حبايبي اللي عندهم حساسية جلوتين يقدروا يستخدموا دقيق الشوفان فقط لا غير، من غير الدقيق الأسمر، ويقدروا زي ما قلت لكم يحطوا معلقتين كبار مطحونين من بذور الكتان أو بذور الشيا، عليهم 4 معالق ل6 معالق كبار من المية، ويسيبوهم ربع ساعة متغطيين. هيلاقوهم عملوا زي الغيرة كده، يستخدموه مع الدقيق ويشتغلوا بيه على طول بدون استخدام الدقيق القمح الكامل. ده للناس اللي عندها حساسية. أما للناس اللي بتفضل استخدام دقيق الشوفان ودقيق القمح الكامل أو الدقيق الأصفر، فخلاص تمام. كمان لو عندكم حساسية وحساسية شديدة، يبقى لازم تتأكدوا أن دقيق الشوفان اللي انتوا جايبينه خالي تماما من الجلوتين، حتى مش ملوث بالجلوتين، لان زي ما انتم عارفين الشوفان نفسه بخلقة ربنا ما فيهوش جلوتين، لكن احيانا بيتلوث بالجلوتين سواء اثناء الزراعة او النقل او التصنيع او التعبئة او التخزين والبيع، فتبقوا متأكدين انه خالي من الجلوتين تماما. عشان نعمل بيتزا الشوفان، عندنا 2 كوباية من دقيق الشوفان، عندنا 1.5 كوباية من الدقيق الأسمر أو الدقيق القمح الكاملة يعني، عندنا 2 معالق كبيرة من السكر، عندنا 1 كوب من المية الدافية، نستخدمه كله أو نستخدم نصه أو نستخدم أكتر منه طبعا حسب نوع الدقيق اللي عندنا، وهنستخدمه كده كده بالتدريج ونشوف هيحتاج مننا قد إيه. عندنا 2 معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، عندنا 3 معالق كبار من زيت الزيتون، وعندنا رشة الملح. بعد كده الحشوة أو التوبينج هيكون عبارة عن باربيكيو صوص، عملناه مع بعض قبل كده كتير هتلاقوه على اليوتيوب. عندنا فلفل ألوان شرايح أصفر وأخضر وأحمر رومي، عندنا طماطم حلقات، عندنا موتزاريلا مبشورة، عندنا شرايح من المشروم، وطبعا كل الحاجات دي اختيارية تماما حسب اللي انتوا عايزينه. هنعمل ايه دلوقتي مع بعض؟ هنحط، بسم الله، هنحط دقيق القمح الكامل ولا رشة الملح كمان، وهنحط رشة الملح، وهنحط السكر، وهنحط طبعا الدقيق الأسمر، وهنحط الخميرة، ومعاكم على الشاشة الباربيكيو صوص عشان لو حبيتوا انكم تعملوه في البيت. هقفل، هشغل العجان وابتدي انزل مقدار المية وتكون دافية بالتدريج لحد ما تلم معايا، اوقف وبعدين اكمل عجن شوية، اوقف السائل واكمل عجن شوية، وبعد كده اسيبها تتخمر، وبعد كده ابتدي اشتغل. ما نستعجلش على الحكم غير لما نعجن شوية ونتأكد انها اختلطت ومش محتاجة سائل، عشان ما احطش وتسيل معي. طبعا لو حصل كده بتزودوا شوية دقيق، مش مشكلة. مظبوطة قوي. هنعجنها لحد ما تنعم تماما، وبعدين هنقوم سايبينها تتخمر بنفس طبعا الارشادات اللي اتكلمنا فيها مع بعض قبل كده، وبنديها ما تنسوش 2 معلقتين بتوع الزيت. هجيب صينية للتسوية، هنزل العجينة، هبتدي أفرد العجينة هنا، ولو طلعت زيادة بشيل وأعمل بالباقي صينية تانية، أو أعمل بالباقي عيش. ينفع يا أميرة؟ ينفع طبعا، وبيبقى حلو جدا جدا بالعجينة دي جدا. على الطاسة، على النار أو في الفرن، أي حاجة سخنة ودرجة حرارتها عالية. طبعا انتوا شايفين ايد بتفرد والايد التانية بتساوي الايه؟ الأطراف. مش عايزة سمك طالع نازل، ومش عايزة تشققات، بس كده. بعدين نقوم عاملين ايه؟ نقوم جايبين معلقة، ودي هنحط لها باربيكيو صوص كنوع من انواع التغيير. عندكم بقى بواقي لحمة، بواقي فراخ، بواقي جمبري، بواقي صبيط، علبة تونة، كله ينفع، سجق، عصاج، بس المهم اي حاجة هتتحط تبقى مستوية.
كل بقى انواع الكولد كاتس طبعا تنفع، لانشون لحمه، لانشون فراخ، تركي مدخن، ايه تاني، بسطرمه، اللي انتوا عايزينه. الجبنه هحطها لتحت علشان ما تنشفش مننا. الجبنه لازم تكون في درجه حراره الغرفه، لان لو فيها ميه الميه اللي عليها بتنطر الحبات ما تمسكش في بعضها فما تطلعش بتمط. بعدين هحط المشروم، هحط الفلفل الالوان، وبعدين هحط الطماطم. وهرجع تاني واقول طبعا كل ده اختيارات حسب ذوقكم، شوفوا انتوا عندكم ايه، شوفوا انتوا بتحبوا ايه انتوا وولادكم وحطوه، مفيش اي اجبار في الموضوع نهائيا. الموجود يقضي الغرض، الجودة بالموجودة زي ما بنقول دايما. نحط بقى درزل زيت زيتون كده على الوش، ايه رأيكم؟ لذيذ. عايزين طبعا تحطوا زيتون، تحطوا بصل، اللي انتوا عايزين. نحط برضو كده رشة زعتر لانه موجود قدامي يعني، ونحط رشة ملح، ونحط رشة فلفل، وندخلها الفرن. دايما 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 قاعدة، اي حاجة بتخش الفرن وخاصة الكيكات والمعجنات لازم الفرن يبقى محقق درجة الحرارة اللي أنا عايزة أسوي عليها قبل ما أدخل الحاجة، وده معناه أني مشغلة الفرن لمدة ربع ساعة على نفس درجة الحرارة اللي أنا عايزاها قبل ما أدخل الحاجة بتاعتي. يعني عايزاها على درجة حرارة 200 زي ما أنا عايزة دلوقتي، يبقى مشغلاها على درجة حرارة 200 ربع ساعة، مش على درجة حرارة 180 ولا 220، على درجة الحرارة اللي أنا محتاجاها. خلاص؟ طبعا كل فرن بيحقق درجة الحرارة في مدة غير الفرن التاني، في أفران في 5 دقايق، في أفران في 10 دقايق، في أفران في ربع ساعة، في أفران ديجيتال هيبقى اتكتب عليها إنها حققت درجة الحرارة